أول ماتش كان ضد ليبيا، أول ماتش دولي صح؟ كان إيه الكواليس يعني؟ كارلوس كيروش قال لك إيه؟ أو مين كمان فرح باللي أنت في التشكيل الأساسي أو دعمك أو كده؟ ما فيش، كنا احنا كنت انا في المانيا، انا فاكر كنت خارج مع اصحابي رايحين ناكل، وانا خلاص اللي هو البريك بتاع الانترناشونال بريك، انا عامل حسابي ان انا ما فيش منتخب في سني، الفريق الاول لسه ما كلمنيش، فاحنا رايحين نخرج رايحين ناكل بالذات فترة المنتخب الأولمبي كان فيها مشاكل. فاحنا قاعدين بناكل، مرة واحدة لقيت رقم غريب بيكلمني، رقم مميز يعني مش فاكر 0 130 حاجة كده يعني، فعرفت ان هو حد كبير، فجاي برد لقيت كابتن وائل جمعة بيكلمني، قال لي انا كابتن وائل جمعة، وانا بالنسبة لي ازاي كابتن وائل جمعة بيكلمني في التليفون، كنتش صدق نفسي، فقال لي خد المدرب عايز يكلمك، فقال لي محدش بعت لي قبل كده، وقبل كده ما كنتش عارف ان انا جاي، فقال لي انت معانا في المعسكر وهنحجز لك التذكرة وبكرة تسافر وتبقى معانا. فانا اصلا اول لما وصلت كان بالنسبة لي الموضوع يعني مش طبيعي، كنت ما كنتش مصدق نفسي. اول حد اعتقد قعدت مع صلاح كنت لسه في جاي لك. الفطار. فوصلت متاخر ونمت وبتاع، فانا ببص على البتاع، طبعا فطار تقريبا 9:30 ل 11 حاجه كده، فانا بقى عشان مش قادر استنى اتمرن، صاحي من 8:30 مثلا قاعد في الاوضه مستني الفطار، فروحت الفطار لقيت صلاح قاعد. طبعا كانت غريبه قوي ان انا ابقى قاعد يعني ما فيش حد على الترابيزه غيرنا احنا الاثنين، فابتدينا نتكلم وكده، فما كنتش ما كانش في دماغي برضه ان انا هبدا الماتش، لقيت احنا جايين على الماتش، قبل الماتش لقيت على محطه تشكيله لقيت نفسي بادئ، فاول مره ابقى في المعسكر وابدا، كانت برضه حاجه كبيره قوي. ما لعبناش ودي اعتقد قبلها، ما كان كانش الماتش في على اي طول. كان الماتش على طول، انا بقى نزلت وجبت جون كمان، فهو بقى اللي هو يعني لو كنت حلمت ان انا اعمل كده بالظبط ما كانش هيبقى كده. مستر كارلوس كيلوش قال لك حاجة؟ قعد يتكلم معايا، هو كان بيتكلم انجليزي، دي الحته الكويسه ان انا بعرف اتكلم انجليزي كويس، فعارف اتعامل معاه وعارف يفهمني وعايز مني ايه. اول شوط كنت نفسي اجيب جون باي طريقه يعني، لو اتفرجنا على الماتش تاني كنت عمال اشوط بقى فوق ومش عارف ايه، وحاول باي طريقه. واصعب واحده اللي جت اصعب واحده جت واحسن واحده يعني في حياتي، يعني حاجه عمري ما هنساها.